أنا ما فكرت أبداً إنه ممكن حياتي تنقلب وتتغير وتتحسن هالقد. ومعك حق، نحن رح نصير عيلة واحدة. أنا خلاص نسيت الماضي كله ورميت كل شيء وبلشت من أول وجديد. يلا مولي ردي. ما عم ترد. يمكن تكون مشغولة، رجع جرب. فصلت الخط. ها؟ معلش ابني، دق دق. شو صار؟ فصلت الخط. ليكي مولي، مفعول الوقت قوي وغريب صح؟ يعني شوفي، انتي كنتي تحبي لكونال كتير. أنا شفت قدي حبيتي وأخلصتي له، كنتوا ثنائي كتير حلو ومثالي. بس في أشخاص بتمر بحياتنا ما منقدر ننساها. بالمناسبة الحياة عطتك فرصة كتير منيحة، وانتي عرفتي تستغليها منيح كمان. عن جد مين بيتزوج مطلقة وعندها بنت كمان؟ بس مع هيك إيشان تقبلك. انتي لقيتي شاب مثل الوردة، انتي كتير محظوظة. ايه صح، الوحدة مو سهل إنه ترجع وتحب بعد كل هاي المشاكل، بس نحن النسوان أحياناً ما بيكون عنا خيار. مولي، أنا بعرف إنه مستحيل تقدري تحبي لإيشان مثل ما كنت تحبي لكونال. هالشي صعب كتير عليكي. بس مولي، أنتي رح تحاولي ما هيك؟ لا سويتي، قراري بالزواج من إيشان مو قصة استقرار. هالشي هو أحلى شي صار بحياتي، ومثل ما قلتي هلأ مفعول الوقت غريب وقوي. وأنا ما عرفت إيشان من كم يوم، أنا بعرفه من 3 سنين، وثلاث سنين كافية لتعرفي قديش وجود هالشخص مهم بحياتك. أما بالنسبة لكونال ما ضل أي شي بيناتنا. إيشان مهم بالنسبة لإلي، وخصوصي بعد اللي عمله كرمالي أنا وميستي. ما بتصدقي قديش احترمته. إيشان هو حياتي ومستقبلي، وما رح أسمح لماضيي ولا لأي شيء غيره أنه يأثر على مستقبلي ويخرب لي. سويتي أنا رح أخذ الأكل وأنت جيب العصير. ماشي. رزان عطيني موبايلك. ليش حبيبتي؟ شو بدك؟ أنا بدي أحكي مع رفيقي. رفيقك؟ قصدي بابا. آه رزان عطيني الموبايل. ماشي لحظة بس، خدي. بابا رد على موبايلك. ليه سمانك عم ترد؟ ليش لسه ما اجت الصغيرة لهلا؟ هي رح روح شوفها. ايه روح شوفها على السريع، شو ناطر؟
شو عم تفكري؟ لا تسكري، يمكن يكون في شيء ضروري. ايه ماما، قولي لي. مولي بنتي، انتي مشغولة شيء؟ بدي اسألك سؤال عن شغلة مهمة، لهيك اتصلت. باري اجت لتشوف ميستي ببيت ايشان شي؟ لا ماما، ليش تتجي باري لعندي؟ شو في ماما؟ كل شي منيح؟ احكي. شو صاير ماما؟ احكي لي. شو القصة؟ أنت ليش متوترة وليش ما عم تجاوبيني؟ شو صاير؟ الحقيقة باري نزلت تلعب تحت من مبارح ولسه لهلأ ما بينت أبداً، ومن وقتها وكونال نزل يدور عليها ماني عارفاني شو أعمل. فكرنا أنه ممكن تكون راحت على بيت إيشان مشان تشوف ميستي. أنت متأكدة إنه مو عندك؟ إيه ماما طبعاً متأكدة، باري مانا عندي. لوين راحت هاي البنت؟ أنا ما خليتها تروح لحالها. خلص إذا عرفت شي عنا رح خبركم فوراً. إيه ماشي ماشي بنتي ماشي. ماشي. إيشان أنا كتير قلقانة، ماما عم تقول إنه باري ما رجعت على البيت من مبارح. لسه الحفلة ما بلشت وانتو مشغولين ببعض هيك، ها؟ يلا تحركوا. وين ممكن تكون باري؟ ومين معها هلأ؟ شو عم تعملي حبيبتي؟ شو كنتي عم تعملي؟ نحن رح ناخدك لعند أبوكي، ايه؟ بدك شوكولا؟ ايه؟ أدي حقها؟ 25. يلا خلينا نروح. ماما ميستي مو بغرفتها، دورت ما لقيتها، حدا بيعرف وين راحت؟ ايه وانا اللي زمان كتير ما شفتها. هلأ كانت عم تلعب هون. انا بحاجتك، بدي اطلب منك طلب وبتمنى تحققه. نحنا ما منعرف وين باري، باري راحت ويمكن ضايعة. انا بترجاك من قلبي تخلينا نلاقيها وتكون منيحة. حرام لأنه أبوها هلأ بيكون عم يدور عليها وكتير خايف عليها. أنا بترجاك رجعنا باري بخير. شو عم تعملي هون؟ لازم تكوني هلأ بالمدرسة. أنت كيف جيتي لحالك؟ بلكي صار لك شي على الطريق. لا عاد تعملي هيك شي. هديك المرة لما أنا زعلت وتركت البيت بابا خاف علي كتير. أكيد هلأ أبوها بيكون كمان خايف عليها ومشغول باله مشانها كتير. وينك يا باري؟ أنا
أنا بترجاك إنه تساعد أبوها حتى يلاقيها. أنا رح أعطيك هاي الأسوارة مشان تساعد أبوها حتى يرجع يلاقيها. أنا بوعدك ما عاد آكل شوكولا بنوب لحتى ترجع باري لعنا بخير وسلامة. لو سمحت أنا بترجاك تلبي لي هذا الطلب. ساعد أبوها لباري لحتى يلاقيها بسرعة. في مكالمة؟ يا ترى لمين هذا الرقم؟ ألو؟ حضرتكم اتصلتوا فيني؟ لا مو أنا، ممكن تكون هاي البنت الصغيرة قالت إنه بدها تتصل على رقم أبوها، يمكن اسمها باري. إيه مزبوط، هاي بتكون بنتي. أعطيها الموبايل. في واحد إجا معه شاحنة أخذها معه. كيف؟ مين اللي أخدها؟ وشو بيعرفني؟ كانوا اثنين. بس صدقني يا أستاذ شكلهم مو مناح، طلعوها معهم بالسيارة وراحوا. لك أنت ليش ما خبرت الشرطة فورا؟ شلون بتخليها تروح معهم؟ لك أنت شلون بتعمل هيك؟ شو أنا بضرب بالمندل؟ أنت عم تصرخ وتعيط، أنا شو إلي علاقة فيهم؟ شو مفكر ما في حدا براسي غيركم؟ سألتني وجاوبتك. أنا كل يوم بفوت على محلي أشكال وألوان. ماشي يا أخي، أنا بعتذر منك. طيب وين محلك؟ عأسترات تانا بعد حاجز التفتيش. يا رب ما يكونوا بعده. لازم يكون بابا اتصل بعد ما شاف المكالمة. أكيد هو هلأ بيكون عم يدور علي، بيكون مشغول باله علي كتير. أنا خطرت على بالي فكرة حلوة، أنا لازم ساعد بابا حتى يعرف إنه أنا هون. يا ربي ليش كونال ما اتصل وطمني؟ أنا كتير خايفة ومشغول بالي عليها. امشي معي، لازم ندعي لها لترجع، بلكي القدر بيستجيب لدعواتنا. بكرة يا خالتي بترتاحي من كل شغل البيت، مولي أكيد حتريحك كتير. اسمع، انتوا الاثنين لازم تروحوا شي مشوار لحالكم، روحوا وغيروا شوية جو، انتوا الاثنين لازم تحتفلوا. ماما مو مشكلة، منروح بيوم تاني. لا اوهو، طلعي لي بوشه، واضح مثل عين الشمس انه بده من قلبه عن جد. يلا يلا قوم إيشان، حملوا حالكم وروحوا مشوار، قوموا. وهي وزارة الداخلية عطتك الموافقة. اليوم يومكم يا بنتي، انبسطوا قد ما فيكم. يلا بسرعة روحوا وجهزوا حالكم فورا. لا ماما، إيشان معه حق. من هلأ ما عم تردي على حماتك؟ يلا روحوا. يلا إيشان امشي. طيب يلا، إذا كنتوا كل هالقد مصرين معناها منروح.
طبيعي، موبايل كنتنا بيضلوا بيرن. مولي، الرقم شكله غريب، يمكن تكون شي حالة طارئة، بلكي شي مريض حالته خطيرة، لهيك ردي. ألو؟ إيه أنا مولي، تفضل. كيف؟ شوفي مولي. خير؟ شوفي مولي. كونال، ألو، شو صاير؟ أكيد في سوء تفاهم، لأنه يا حضرة المحقق ابني راح يدور على بنته، وأنت عم تقول إنه في واحد متقوص؟ ما فهمت. مدام، اهدي شوي، هاي هي المعلومات اللي وصلت لعنا. خلص اهدي شوي، خليكي قوية، يمكن يلي تقوص يكون ابنك. هو تقوص هنيك وبعدين وقع بالوادي، لكن احنا عم نحاول انه نلاقيه، بس الوادي غميق وعم نحاول ننزل لتحت. بس لا تخافي، فريقنا راح يقدر يطالعه، واول ما نعرف شي راح نخبرك فورا. هذا وعد مدام. ليكي، اول ما نلاقي الجثه انا راح لا تقول عن ابني جثه، كونال ما رح يموت. اوعك تقول عنه جثه، كونال لساته عايش. وانت روح دور عليه منيح. اكيد مدام. كونال، ماما، مولي. شوفي ماما، مولي كونال، هاد الزلمة عم يقول انه كونال تقوص، والناس عم يقولوا انه شافوا وقع بالوادي. مولي خليكي مع لخالتي، حضرة المحقق انا بكون ايشان، صديق العيلة. شو صاير؟ حسب ما حكولي الشهود وحسب ما حكيت بنته باري، فهمنا القصة. السيد كونال كان عم يتقاتل مع ثلاث رجال، وبعدين كونال كان عم يحاول يدافع عن بنته، قام واحد قوص عليه. بعدين وقع على الوادي، وهذا كل شيء قدرنا نوصل له لهلأ. برأيي أحسن شيء إنكن ترجعوا على بيوتكن، هذا المكان خطير ونحن عم ندور، وبس يستجد معنا أي شيء رح نخبركم فوراً. بس هلأ أحسن تروحوا على البيت. باري، 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 وين باري؟ حضرة المحقق وين باري؟ جيبوا ولا البنت. يا حرام هالبنت، مصدومة لأنه كل شيء صار قدام عيونها، لهيك هي لازم تشوف طبيب نفسي. إذا بتشوف دكتور أطفال بيكون أحسن. باري، أبوها دكتور أطفال، أبوها بيكون أحسن دكتور أطفال بالبلد، عم تفهم؟ هو رح يرجع ويدير باله عليها. لا تخافي،
لمشاهدة المزيد من الحلقات يمكنكم الاشتراك في قناتنا وتفعيل الإشعارات لتكونوا أول من يشاهدها.